أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى طوق النجاة الذي أنقذ البلاد من ضياع مقدراتها وتفكيك مفاصل الدولة والضرب بأمنها القومي عرض الحائط. إنها ذكرى ثورة 30 من يونيو. ثورة 30 من يونيو التي جاءت لتبني وطنا وتصحح مسارا وتفتح أفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسرق الأحلام ليستردوا مصر الحرة. تفضل رد الشعب في أي دولة مش في مصر بس هي الحجم. لما تحتشد ورا شيء لابد الكل يستجيب، كان المفروض يستجيب، لكن واضح إن هم ما كانوش قادرين، يعني فكرهم ما عندوش استعداد. سجل حافل لجماعة الإخوان الإرهابية ليس لخير هذا البلد وشعبه، وإنما ضد مصلحة الأمة ومواطنيها. شهور قليلة تولت خلالها تلك الجماعة الإرهابية حكم مصر، كانت كفيلة لإظهار وجهها الحقيقي لتؤكد أنها لم تكن على قدر المسؤولية أمام الله والوطن والمصريين. قيادات الإخوان الإرهابية اقترفوا جريمة التخابر مع جهات أجنبية وكان القضاء لهم بالمرصاد، فأصدرت محكمة الجنايات حكماً بمعاقبة رموز وقادة الجماعة بالسجن المشدد فترات متفاوتة في إدانة لا تقبل الشك. ومن بين جرائم الإخوان قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، فعاقبت محكمة الجنايات قادة في الجماعة بالمؤبد، وأيضاً قضية غرفة عمليات رابعة حيث قررت الجماعة الاعتصام ضد الدولة والتهديد بالعنف ترهيباً وتخويفاً، حتى أصدر القضاء أحكاماً رادعة ضد كل من سولت له نفسه الوقوف ضد إرادة المصريين وقرارهم. ولأن العنف هو منهج هذه الجماعة، فكانت أحداث الاتحادية الدامية التي اختارت خلالها الجماعة القتل والتعذيب والاحتجاز طريقاً وأسلوباً للتعامل مع كل من يخالفها الرأي. العنف الغير مبرر تجاه المصريين ده أفقدهم أي شكل من أشكال التعاطف، مش بس كده، ده كمان ما خلاش ليهم فرصة للمصالحة الحقيقية مع المجتمع. لتؤكد الجماعة أنها لا تعرف سوى لغة العنف والاستبداد، أحداث وجد الشعب نفسه فيها في مواجهة ميليشيات إرهابية تفض اعتصامات المعارضين وتخضعهم لاستجوابات وتفرض عليهم الإدلاء باعترافات أمام الكاميرات. استهداف الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف الذي كان يمارس عمله بكل مهنية ونجح في فتح جرائم هذه الجماعة الدموية لتختاله عناصر الإخوان الإرهابية في 5 ديسمبر 2012. وتعددت جرائم الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 من يونيو وفي عام الثورة، ما بين خطف وتعذيب وتهديد للمصريين في اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وإلقاء الشباب من أعلى سطح المنازل بالأسكندرية، واغتيال 11 من أبطال الشرطة بكرداسة، وحرق عشرات الكنائس. كما شملت جرائم الجماعة الإرهابية استهداف رجال الشرطة أثناء فض الاعتصام رغم فتح الممرات الآمنة لهم، وشملت أيضاً أحداث رمسيس الأولى وأحداث مسجد الاستقامة والمنصة واغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأكمنة الأمنية والشخصيات العامة وغيرها من الجرائم والحوادث الإرهابية التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية. ولأن القضاء هو عنوان الحقيقة ومحل العدل والحق، كان ترصد الجماعة الإرهابية له وقضاته الأجلاء في محاولة لتعيين المحسوبين على الجماعة في مناصبه العليا مثل موقع النائب العام. وعندما استشعرت الجماعة أن قانونها سوف يصطدم بالقضاء، كان حصارها للمحكمة الدستورية العليا. السجل حافل
والتاريخ لن ينسى للجماعة إجرامها بحق مصر والمصريين. ولهذا جاءت قطيعة لا رجعة فيها مع فصيل تصور أنه فوق الوطن.